خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين. انطلاق مهرجان ولي العهد اليوم للهجن بمشاركة خليجية وعربية في محافظة الطائف. المملكة تدين وتستنكر تفجير دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام الأردنيتين. المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أمره الكريم باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439 للهجرة، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة. وبهذه المناسبة رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ جزيل الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين على هذه الاستضافة التي تجدد التأكيد على الرعاية التي يوليها لإخوانه وأبنائه من مختلف الشعوب العربية والإسلامية وتقدير الأعمال التي يقومون بها للدفاع عن أمن واستقرار أوطانهم، ومن ذلك ما يقوم به أفراد رجال الجيش والشرطة المصريين من أعمال ومهام لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع جمهورية مصر العربية الشقيقة. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، انطلقت اليوم فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بتنافس عدد كبير من الهجن على المراكز الأولى بأشواط التنشيطي الأول الفترة الصباحية، والبالغ عددها 30 شوطا، وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن. وشهدت الأشواط 30 تنافسا بين الهجن المشاركة وسط تفاعل كبير من محبي هذه الرياضة الأصيلة. عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لتفجير دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام الأردنيتين في منطقة الفحيص غرب العاصمة الأردنية عمان، وأسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة 6 آخرين. وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحية ولحكومة والشعب الأردني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1439 للهجرة مساء اليوم السبت 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1439 للهجرة. جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا فيما يلي نصه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنظرا لثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة لهذا العام 1439 للهجرة ليلة السبت الموافق 1/11/1439 للهجرة حسب تقويم أم القرى، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم السبت 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1439 للهجرة. وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع المتعدي لعموم المسلمين. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الجمعة 28/11/1439 للهجرة 1,221,463 حاجا، بزيادة بلغت 70,348 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريبا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
أكدت الهيئة العامة للإحصاء والقوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة أن جميع مداخل الحجاج لعاصمة المقدسة مستعدة لاستكمال استقبال الحجاج ابتداء من الساعات الأولى لليوم الأول من شهر ذي الحجة 1439 للهجرة، وسخرت الإمكانات المادية والبشرية لتسهيل وانسياب حركة دخول الحجاج ومركباتهم، داعية جميع الحجاج لتقديم بياناتهم بدقة ووضوح عند المداخل الرسمية للعاصمة المقدسة. ورفعت الجهات الأمنية من درجة استعداد لتنفيذ خطة الحج على مختلف الطرق وفي المراكز بالمداخل المؤدية إلى العاصمة المقدسة لضمان سرعة وانسيابية الدخول. أوضح معالي اللواء محمد الأحمدي مساعد قائد قوات أمن الحج للعمليات والخطط أن الأمن العام وضع خططا دقيقة لخدمة ضيوف الرحمن مما ييسر لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. الحج مهمة عظيمة وكبيرة، لذلك لها عدة خطط متعددة، لا ود الإسهاب فيها، ولكن هناك خطة لحفظ النظام، خطة عامة لحفظ النظام. يشترك في هذه الخطة جميع أجهزة وقطاعات الدولة العسكرية، وهناك بعض الخطط التفصيلية أو التشغيلية التي يقوم بها أفرع تلك القوات وكذلك أفرع الأمن العام. من جهته بين مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون الأمن اللواء ناصر القحطاني أن قوات الأمن وضعت خططا تتوافق مع خطة الطوارئ لتسهيل على ضيوف الرحمن وأداء أجهزة الأمن لمهامهم خلال موسم هذا الحج. عددنا في شؤون الأمن خطتنا كاملة تتوافق مع الخطة العامة للطوارئ والحج، وخطة الأمن العام فيما يتعلق بإدارة الحشود و تنقل الحجاج في المشاعر المقدسة، مشعر منى ومزدلفة وعرفات. شؤون الأمن في الحج هو المعني الأول بمنع الجريمة قبل وقوعها وملاحقة من يرتكب الجريمة حتى يقبض عليه ويقدم بعد جمع الاستدلالات للنيابة العامة للتحقيق معه وتقديمه للقضاء. أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج ضرورة توفير وسائل نقل مريحة لضيوف الرحمن، وأن تكون مزودة بجميع وسائل السلامة وأحدث التقنيات لضمان سلامتهم بإذن الله وتسهيلا لرحلتهم الإيمانية. ونوه أمير منطقة مكة المكرمة لدى ترأسه اجتماع الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج في مقر الإمارة بجدة إلى أهمية العمل على أن تكون حركة تنقلات ضيوف الرحمن في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سلسلة ومريحة أو سلسة ومريحة، ومشددا سموه على أهمية أن تكون وسائل نقل الحجيج ذات كفاءة عالية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تسخير التقنية في كل الأعمال المتعلقة بالحج للتسهيل على ضيوف الرحمن. وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، يرافقه مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة مشعل الزبيدي وعدد من المسؤولين بالهيئة. واطلع سموه خلال اللقاء على خطة جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز لموسم الحج وعدد من المبادرات والاتفاقيات التي نفذها الجمرك انطلاقا مما وليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام وعناية لراحة ضيوف الرحمن. وحث الأمير فيصل بن سلمان المسؤولين في الجمرك على بذل المزيد من الجهود وتسهيل الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن، مبينا سموه أن خدمة الحاج شرف عظيم هيأه الله لهذه البلاد وجميعنا مسخرون لذلك.
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة أمس تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وتعازي أمير منطقة جازان لوالدي وذوي الشهيد الرقيب سلطان المالكي أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعا عن الوطن بالحد الجنوبي في منطقة نجران. وعبر السمو عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن. كما نقل أمير منطقة جازان بالنيابة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد الجندي أول محمد الحدري أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعا عن الوطن بالحد الجنوبي في منطقة أو في محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير. وأعرب الأمير محمد بن عبد العزيز لذوي الفقيد عن عزائه في فقيد الوطن، مؤكدا ما يتحلى به رجال الأمن من كفاءة ومن الشجاعة والبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع شهداء وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. فعالية حكاية مسك تجمع نخبة المشروعات والتجارب الشبابية الناجحة في مسارات متعددة. أهلا بكم من جديد. التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامية الشيخ الدكتور محمد العيسى سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، وناقش اللقاء أعمال مؤتمر زعماء الديانات العالمية والتقليدية المزمع إقامته في أستانا بمشاركة رابطة العالم الإسلامي ورعاية فخامة الرئيس نور سلطان نزاربايف رئيس جمهورية كازاخستان. تجمع فعالية حكاية مسك نخبة من المشروعات والتجارب الشبابية الناجحة في مسارات متعددة تشمل الإنتاج والإنيميشن والكتابة والمسرح، كما تستضيف عددا من المنصات الإعلامية المعروفة عربيا وعالميا. شهدت فعاليات حكاية مسك 2018 وعلى مدى 5 أيام متتالية حزبة من الإبداعات الشبابية والتي استهدفت إلهاما ثقافيا ومعرفيا. وفضلا عن حكاية الإبداع التي تعرف عليها الزائر، ثمة حكاية أخرى لنجاحات أوجدت إلهاما من أروقة الفعالية ليتطور نجاحها عاما بعد عام. أشكر حكاية مسك على التنظيم الرائع وعلى تسليط الضوء على الشباب السعودي، جدا جميل لأول مرة تسليط بشكل كبير مثل هالشكل هذا. أتاحت حكاية مسك الفرصة أمام المشاركين والمشاركات في اكتشاف مواهبهم وتعزيز روح التواصل الثقافي بينهم. والآن عندنا مشروع مسلسل رينبا الكرتوني القادم، إن شاء الله سيتم عرضه في القنوات الفضائية قريبا، يعني في مفاوضات مع أكثر من قناة. ومسلسل رينبا إنتاج عربي ماليزي، يعني المحتوى التقني تبعه إنتاج ماليزي، بينما المحتوى العربي نفسه كله إنتاج عربي سعودي. وتخطو مؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك الخيرية وفي كل عام خطوة تسعى من خلالها إلى نشر ثقافة الحوار وتطوير أساليب التعبير في قالب ثقافي شيق. لقناة السعودية هنية الدوسري، الرياض. عبرت منفذ الوديعة الحدودية اليوم 13 شاحنة إغاثية متجهة إلى عدن تحمل على متنها 208 أطنان و 217 كيلوغرام من التجهيزات والمحاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي ضمن مشروع تأمين احتياجات مراكز الغسيل الكلوي في اليمن. إلى ذلك دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مخيم بني جابر في مديرية الخوخة في مرحلته الأولى لإيواء نازحي الحديدة. وجهز المركز هذا المشروع الإيوائي ليستفيد منه 420 نازحا في مرحلته الأولى، حيث تم تخصيص خيمة لكل أسرة وتم توزيع المواد الإيوائية في المخيم، وسيتم زيادة استيعاب المخيم في المراحل اللاحقة لإيواء عدد أكبر من النازحين الذين يتوافدون تباعا. ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات التي يخصصها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدأ إجراءات إعادة 7 أطفال جندته الميليشيات الإرهابية كمقاتلين بتسليمهم لحكومة الشرعية وبحضور لجنة الصليب الأحمر الدولي. وميدانيا كبدت قوات الجيش اليمني ميليشيا الانقلاب خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في عدة جبهات. فعية الجيش اليمني تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في المناطق المحاذية لمديرية خدير جنوبية شرق محافظة تعز. مصادر ميدانية أكدت بأن القصف أسفر عن تدمير عدد من الآليات القتالية والتابعة للميليشيا ومصرع وإصابة عدد من عناصر المتمردين المتواجدين في الموقع المستهدف. في غضون ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في مديرية الصلو جنوبية شرق محافظة تعز. في جبهة مقبنة غربية محافظة تعز أفشلت قوات الشرعية محاولة تقدم للإنقلابيين، حيث أسفرت المواجهات عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح. يأتي ذلك في الوقت الذي تتأهب فيه القوات استعدادها لاقتحام مدينة الحديدة واستعادة السيطرة على المدينة. وإلى الملف السوري، حيث قتل 30 شخصا جراء قصف طيران نظام الأسد لمواقع المعارضة بريف إدلب الجنوبي حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم. وقال المرصد إن طائرات النظام شنت أكثر من 110 غارات على القطاع الجنوبي بريف إدلب في أعنف عملية منذ نحو شهر، مضيفا أن الغارات تزامنت مع حشد قوات كبيرة لقوات الأسد السوري في جنوب غرب إدلب آخر معاقل المعارضة. وفي الأراضي المحتلة استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة أمس. وكان مسعف فلسطيني ومواطن آخر قد استشهد أمس برصاص قناصة الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 160 منذ بدء احتجاجات مسيرات العودة في 30 من مارس الماضي، فيما أصيب 307 فلسطينيين بإصابات مختلفة. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيدر ناورت إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي مايك بومبيو بحثا في محادثة هاتفية التحديات القائمة في سوريا، مضيفة أن بومبيو كرر سعي الولايات المتحدة إلى تحسين العلاقة مع روسيا ووافق على إجراء حوار مقبل. وكلا المحدثة أكد لافروف رفض بلاده للعقوبات التي أعلنتها واشنطن مؤخرا، وهي على صلة بمعلومات مفترضة حول تورط موسكو بتسميم جاسوس روسي سابق في سالزبري الإنجليزية في مارس الماضي. تحطمت طائرة أمريكية في ولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب إقلاعها من دون تصريح حسب ما أفاد مسؤولون اليوم. وقال مسؤول في مطار سياتل تاكوما الدولي إن الطائرة تحطمت في جنوب منطقة بوجيه ساوند في وقت متأخر يوم أمس، مضيفا أنه تم استئناف العمليات الطبيعية بعد حادث التحطم. وكانت شركة ألاسكا إيرلاينز قد صرحت بأن الطائرة غير مصرح لها الإقلاع. مشاهدي الكرام، نهاية النشرة، إليكم أهم العناوين. خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين. انطلاق مهرجان ولي العهد اليوم للهجن بمشاركة خليجية وعربية في محافظة الطائف. المملكة تدين وتستنكر تفجير دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام الأردنيتين. المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال الشهر ذي الحجة مساء هذا اليوم. مشاهدي الكرام، قدمنا لحضراتكم النشرة لهذا اليوم، نشكر لكم حسن وطيب المتابعة، في أمان الله.